مع تقدم العمر تنخفض نسبة الكولاجين في بشرتنا ويبدأ تركيبه في التباطؤ بالفعل خلال 25 إلى 30 عاماً، وبالتدريج يؤثر هذا على حالة الجلد ويصبح مترهلاً ومتجعداً. ويمكن استخدام إبر كولاجين للوجه الذي حقق نجاحات فعالة جداً في شد الوجه وتجديد الجلد وبطرق مختلفة. اليوم إبر الكولاجين هي وسيلة فعالة للتجديد وإعادة الجلد إلى المظهر الصحي والمشرق والتخلص من مشاكل الجلد. مع تقدم العمر تظهر بعض المشاكل الصحية بسبب انخفاض إنتاج كمية الكولاجين في الجسم، ويطلق على تطبيق إبر كولاجين الوجه المصممة خصيصاً لتصحيح الجلد والمشاكل المتعلقة بالجلد بلقاح الكولاجين. بفضل لقاح الكولاجين يتم تجديد الجلد وشد الوجه وعلاج المشاكل في وقت قصير. إبر الكولاجين للوجه هي أحد أكثر التطبيقات غير الجراحية شيوعاً لتقليل آثار الشيخوخة بين التطبيقات الجمالية. ولطالما اعتبر الكولاجين ينبوع الشباب، فمنذ القديم وعلى مر قرون طويلة استهلكت النساء طعاماً غنياً بالكولاجين لتساعد على توفير النعومة للجلد المعرض لتغييرات الجو المختلفة، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة المفاصل. وأصبح الكولاجين متاحاً في الثمانينات من خلال الحقن التي تستخدم لتنعيم خطوط الجلد، لكنه بقي حكراً على فئة محدودة نظراً لارتفاع أسعاره. ونظراً للفوائد العظيمة التي يوفرها الكولاجين للبشرة، فقد أصبح متاحاً بشكل يسير على نطاق أوسع من خلال حلوى المضغ الفاكهية بالكولاجين والكريمات ومشروبات الكولاجين والكبسولات والمستحضرات التجميلية والطبية والسيرومات وما إلى ذلك. إبر كولاجين الوجه هي تقنية تجديد غير جراحية، يقوم الطبيب بإدخال إبر خاصة في النقاط النشطة بيولوجياً في الوجه والجسم. بسبب التأثير على النقاط النشطة يتم تحفيز تدفق الدم وتبدأ عمليات الترميم الطبيعي للبشرة. وتتفوق إبر الكولاجين للوجه في الكفاءة على العديد من طرق تجديد الحقن، وهي من أولى طرق الحقن المستخدمة في التجميل في العالم. وتسمح لك إبر الكولاجين للوجه بالتأثير ليس فقط على الطبقات العميقة من الأدمة، ولكن أيضاً على العضلات والدهون تحت الجلد، مما يساعد الطبيب على العمل من خلال الأنسجة إلى العمق المطلوب لتحقيق تأثير شد ملحوظ.